السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقدم لكم ورشة قرن الفلفل، عشان هي اكتر حاجة بقى الاختيار عليها. وانا عاملة طبعا اهو زي ما انتم شايفين الكوسة والبدنجان باللونين بتوعه، لون اهو واللون الابيض. فاحنا هنستعين بالله وهنبدأ اول حاجة قرن الفلفل. طبعا هشتغل بداية من فوق الاخضر اللي فيه دوت، هشتغل اول حاجة خمسة واربط، حطيتهم اهو. بعد كده هحط اربعة واقفلهم على واحد. انا عايزة الغرزة هنا خماسية على واحد، كل الدور ده هعمله خماسية على واحد. يعني حطيت اول مرة اربعة قفلتهم على واحد، وبعد كده هعمل تلاتات عشان معايا الواحدة اللي بشتغل عليها في الاساس ودي هتعمل مشترك، واخر واحدة هيبقى معايا تلاتة فهحط اتنين بس. هنا بعد ما قفلنا الدور كله، ادي اول حاجة اللي عملناها خمسة واشتغلنا الدور كله خماسي على واحد، خلصنا الدور قفلناه. هرجع فوق تاني عشان ما انزلش اعمل قرن الفلفل من تحت وبعدين ارجع اشتغل تاني. الاسهل ان انا اطلع فوق تاني زي ما انا واحط اتنين اهو، اتنين اهو، هقفلهم كده. عادي بقى هقفلهم، ما هي هتيجي من ناحية على اتنين ومن ناحية على تلاتة، مش هتفرق هي هتيجي منين، المهم اني اطلع من النص تاني، من نص الاتنين. هعطي الابرة وهوريك الاثنين اللي انا حطيتهم اهو، اتقفل. هي من ناحيه هتقفل على اثنين ومن ناحيه هتقفل على ثلاثه، ادي الثلاثه وادي الاثنين. خلاص انا حطيتهم، هحط العدد اللي انا عايزاه بتاع الفلفل من فوق اهو، انا حطيت اربعه تمام كده. زي ما وريتكم في شرشيب المفرش، الفيديوهات بتاعتي كلها هتلاقوها على اليوتيوب ام ساره تعليم الكريستال، زي ما وريتكم في شرشيب المفرش. خلاص انا حطيت العدد بتاعي، بسيب اخر واحده اهي من فوق وارجع في الباقيين كلهم، هرجع فيهم كلهم. هنا بعد ما قفلنا الاثنين بتوعنا خلاص وحطينا العدد بتاعنا وسيبنا اخر واحده ورجعنا فيها تاني، اهي جامده بفضل الله وكويسه، ونزلنا بقى عشان هنشتغل تحت هنا تاني. هنحط اربعه وهنقفلهم على اثنين، الدور كله اعمله كده اهو غرزه سداسيه، الدور ده كله هعمله غرزه سداسيه اربعه على اتنين، والدور اللي بعده كمان ونشوف تاني هنعمل ايه. هنا بعد ما خلصنا الدورين السداسي، سداسي على اتنين، خلصنا دورين خلاص. بعد كده هحط تلاته وهقفلهم على اتنين، الدور دوت اول واحده بس فيه هتبقى خماسي على اتنين، اول واحده بس اهي، وهكمل الدور كله الباقي عادي سداسي على اتنين. خلاص هنا بعد ما عملنا واحدة خماسي وبقيت الدور سداسي، الواحدة الخماسي ديت لما اجي اشتغل تاني، ادي الواحدة الخماسي، ادي الزاوية بتاعتها، وادي السداسي في واحدة منها جنبها هنا وواحدة جنبها اهو على يمينها وعلى شمالها. هاخد التلاتة دول مع بعض والدور كله سداسي على اتنين ما عدا الأولى دي، التلاتة دول على بعض احط عليهم تلاتة واقفل في التلاتة مع بعض اللي هي الخماسي في النص وحواليها اتنين، واحدة سداسي منها وواحدة سداسي شمالها، هقفل فيهم كلهم كده مع بعض اهي سداسي على تلاتة، وهكمل الدور سداسي على اتنين عادي، ونفس الكلام هعمله في الدور اللي بعده برضه، بس هنشوفه مع بعض برضه ان شاء الله. اهو الدور التاني بعد ما خلصنا، ادي التلاتة على تلاتة اهي سداسية على تلاتة، تلاتة على تلاتة، نفس التلاتة برضك اهم اللي بنينا عليهم في البدايه خالص خمسه، نفس الثلاثه موجودين، هحط عليهم ثلاثه واقفلها برضو غرزه سداسيه على كام؟ على ثلاثه، وبقيه الدور هكمله سداسي على اثنين. خلاص خلصنا الدورين اهوت، هنا بقى نفس الثلاثه، الثلاثه هم متجمعين نفسهم هم هم، هحط عليهم واحده بس واقفلها غرزه رباعيه، هي الغرزة اللي قفلناها رباعية، هحط عليها تلاتة تمام، وهقفل عليها هي هي برضك غرزة تانية رباعية اهيت، وعديت من واحدة اهو زي ما انتوا شايفين، شايفين اهي من الناحية التانية، وهحط واحدة بس اهي، واحدة بس اهي، وهقفلها طبعا اهو شايفين اهي الواحدة اهي، وفي اتنين اهو، هقفل بقى هدخل يا يمين يا شمال مش هتفرق. في واحدة اهي بس خلاص، واثبت شغلي
اثبت وصلت فتلتي. خلص كده قرن الفلفل، انا كنت بوقف عشان بصور فيديو، بس بصور صور ورشه صور للناس اللي ما بيفتحش عندها فيديوهات. وكل الورش بتاعتي تشوفوها على الجروب عندي، خرز وكريستال ام ساره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.